سيناريوهات إيقاف القيد زيزو خلال الميركاتو الشتوى القادم في يناير، واستعداد أيضا الزمالك للسوبر بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، الاستعداد للسوبر الأبطال المصري. ناقدنا الرياضي وزميلنا العزيز أستاذ محمد خيري، مساء الخير وأهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور إيهاب؟ ازي حضرتك؟ وأهلا أهلا بكم وسهلا. بجميع مشاهدينك الكرام. أبدأ من يعني باتشيكو، 650,000 دولار، وأنباء إن ممكن يكون في وقف لقيد الزمالك خلال الفترة القادمة، كيف يتعامل الزمالك مع هذا الملف؟ والله هو الملف ده مع زي ما كلنا عارفين مع الأستاذ عمرو أدهم، والزمالك يعي تماما الأمور دي. وعلى فكرة كان نوه عليها الكابتن حسين لبيب لما قال احتمال قيد يتوقف تاني في شهر أكتوبر، هو كان بيقول على باتشيكو. ولكن باتشيكو الأزمة الكبيرة إن باتشيكو رافض كل الحلول الودية عشان خاطر يقسط، عاوز هو الباتشيكو دي 450,000 دولار، عاوزهم كلهم كاش. وطبعا المبلغ غير متاح دلوقتي، ولكن الزمالك ينتظر وصول المكافأة بتاعة السوبر الأفريقي عشان خد حتى الجزء، ويبقى في جزء تاني. هو باتشيكو مشكلته ان هو عاوز الفلوس كلها كاش، ولكن دي الزمالك مش شايفها مشكلة كبيرة، لان الزمالك بنسبة كبيرة كمان مش هيجيب حد في الفترة دي تاني. فهو شايف ان الامور بالنسبة له حتى لو توقف الوقت، مش حاجة. الوقت مفيش مشكلة يعني قدامه كده كده هدفع واستنى كده كده في يناير. تمام. طيب بمناسبة يناير، زيزو بعد ما صدقنا ان خلاص الامور هديت بدأت تلوح في الأفق مرة تانية، هل زيزو سيستمر في الزمالك ولا ممكن يمضي لأي نادي آخر في شهر يناير؟ إيه اللي هيحصل في نادي الزمالك مع زيزو الزمالك الفترة الجاية؟ يعني مشعل النار من ساعة تصريحات الأستاذ أو الكابتن شمس، لأن تصريحات لا وقتها ولا محلها، مظبوط. ولا يعني الدنيا مش عارف استقرت واخد بطولة كبيرة وعندك بطولة تانية جاية، لازم نهدى. وكمان الملف لسه أنت ممتد، لأن اللاعب نفسه مركز في الفترة دي ان انا عندي بطوله تاني اخدها، فالفلوس بتزيد، فالدنيا بتزيد، الزمالك بيعلى، مش معقول همشي لعيب حتى لو عاوز 100 مليون. وبعدين كمان هم يعني هو بيقول ان 60 مليون ده مبلغ كبير، ده جمهور، مفاجاه ان الجمهور قال ده يا جماعه طب يا ريت 60 مليون، ده 60 مليون ده شويه، 60 مليون ده انا بتتكلم في مليون دولار تقريبا، مليون دولار ما انت بتروح تجيب اللعيب يا صاب يا خاب بمليون ياخد اكتر. و200 ومليون و300 و400. كان عندك ابراهيم انضاي وسامسون بياخدوا مبالغ طائله. فانت زيزو ده لعيب مضمون، وبعدين زيزو خلاص استحاله، حتى اللعيب نفسه شعر من جواه ان ده في ازمه مفتعله من الزمالك انتوا بتسلموني للجمهور بالعربي. كان في مكالمه ما بين والد زيزو وكابتن حسين لبيب، والد زيزو كان متضايق جدا، انتوا ليه بتسببوا ضغط للولد؟ تصريحات انا مش شايف ان دلوقتي محلها، احنا ما قصرناش في حاجه. كابتن حسين متفاهم الامور كلها، وتم منع اي عضو من التحدث الفتره اللي جايه خلاص. كابتن عبد الواحد السيد كمان خلاص فرض كل الصرامه على الفريق كله، من بكره الفريق بعد بكره ان شاء الله هيبدا تدريبات عشان خاطر ماتش السوبر، والخلاص بقى يعني انسوا بقى السوبر الافريقي ونركز في السوبر المحلي. ولكن زيزو والاتجاه حاليا هو لتجديد عقد احمد سيد زيزو. شكرك، شكرا جزيلا نقيبنا الرياضي استاذ محمد خيري واخبار نادي الزمالك. قبل بس ما اروح لنشره اخبار القسم الثاني، لان انا عندي اخبار كثيره جدا تخص القسم الثاني والمحترفين، هل سيقام بجمهور ولا من غير جمهور؟ الاجابه هتكون موجوده معايا ان شاء الله. كمان القرعه الخاصه بالقسم الثالث، هل هي يوم الاثنين ولا ممكن تكون يوم الاربع؟ هقول لحضراتكم برضو بالتفصيل. لكن اللي انا عايز اقوله